مرحبا وأهلا فيكم. الحقيقة اليوم رح نحكي عن موضوع بانشغالنا بالأحداث اللي ممكن تبدو كبرى، ولكن في موضوع بتسلل لازم نخلي عيننا عليه، يلي هو موضوع انتخاب أعضاء مجلس الشعب. طبعا نحن السوريين تعودنا أنه هذا الحدث غير مهم وأطلق على مجلس الشعب ومجلس التصفيق، يعني بمعنى ما يملى عليه من السلطات التنفيذية، يعني هو يوافق عليها، و طبعا معنا كل الحق بإطلاق عليه هذه التسمية، لأن شفنا تردي الأوضاع. إذا عم نحكي مو على المستوى السياسي، حتى على المستوى الاقتصادي والمعيشي ما كان في له أي دور لتخفيف من معاناة الناس، ولكن بتوقع أنه هالمرة الموضوع مختلف. هون بدنا ننطلق من قاعدة أنه أيضا في السلطة في موضوع مراكز القرار تخضع لما يعرف في الفيزياء بمبدأ الأواني المستطرقة، يعني إذا صار في فراغ في مركز من مراكز السلطة أكيد هذا الفراغ بده تملأه سلطة أخرى لحتى تضل الأمور متوازنة. ونحن عم نشوف اليوم، عم نشهد كيف في ضربات توجه للنظام السوري بشكل ممنهج، أعتقد ابتدأت من سنوات بإفقاده الحاضنة الشعبية، وهذا مهم في موضوع انتخابات القادمة لمجلس الشعب أو البرلمان السوري. سحب منه الصلاحيات وتوزيعها مراكز قرار أخرى، كسر هيبة رئيس الدولة. مؤخرا شفنا الصلاحيات اللي تم سحبها من قبل أسماء الأسد، اللي كنا نعتبرها مع بشار الأسد كتلة واحدة، تم تحييد أسماء الأسد، وبالتالي هذه الصلاحيات راح تروح لجهة أخرى، أكيد ما راح ترجع لبشار الأسد. مستقبل الحقيقة يتجه لكي يشكل في سوريا أنا برأيي نظام برلماني. إذا نأخذ النموذج يعني نقيس عليه، هو نموذج العراقي، لأن الواقع اليوم في سوريا، الواقع على الأرض من ناحية التقسيم، تقاسم الطائفي العرقي، القوى المتدخلة والنافذة الأجنبية في سوريا، أنسب نظام إلى يعني مو إنا كسوريين لهذه القوى هو النظام البرلماني. نظام البرلماني لازم ننتبه بأنه مجلس الشعب، ما يعرف عنه بمجلس الشعب أو البرلمان، له دور كبير فيه. يعني إذا بدنا نحكي عن العراق، هل هو بالدستور عام 2005 تم إقرار أنه موضوع السلطة التشريعية يكون في برلمان ومجلس اتحادي. مجلس اتحادي إلى اليوم لم يتم سن القوانين ولا تنفيذ هذا البند في الدستور، فكان مجلس النواب له الدور الرئيسي في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. يعني مجلس النيابي في العراق هو من يسمي رئيس الجمهورية، وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي رئيس مجلس الوزراء من الأغلبية النيابية، يعني تقريبا السلطة التنفيذية تكون من الكتلة النيابية الأكبر في المجلس. لذلك اليوم نحن لازم ننظر ليش، يعني شو دخل هذا الموضوع بانتخابات اليوم؟ مثل ما حكينا الفراغ اللي صار، انسحاب السلطة مؤخرا، اضعاف حزب البعث بإعلان الأمين العام أو رئيس بشار الأسد عن انسحابه من السلطة، وهذا الموضوع بيمثل أمر واقع الحقيقة، ولكن يعني لزوم إكمال الإجراءات البروتوكولية للسيطرة على مجلس الشعب أو البرلمان. بنشوف في مناطق واسعة اليوم من سوريا، يعني إذا بدنا نأخذ أمثلة، كل الشرق السوري، حلب في مثلا في النفوذ الإيراني هو الأكبر على سبيل المثال، بعض المناطق في دمشق في الجنوب، فإذا له نفوذ كبير. يعني خلينا نقول ما بدي أقول ميزة، ولكن ما يميز النفوذ الإيراني أو إيران كقوة أجنبية متدخلة في سوريا بأنه هي ركزت على العنصر الاجتماعي، يعني باقي القوى في عندها الجانب العسكري السياسي من خلال علاقتها مع النظام، ولكن إيران اشتغلت بشكل كبير على التمكن من نفوذ اجتماعي في هذه المناطق، ويكاد يكون المناطق اللي ذكرتها وغيرها هي صاحبة النفوذ الأقوى أو الأعلى حتى من حزب البعث أو من نظام الأسد. فمن الطبيعي في خلال الانتخابات القادمة أنه يكون في عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب أو البرلمان السوري هذه المرة يمثلوا إيران أو يمثلوا النفوذ الإيراني في سوريا، يعني حتى من هو منتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. يعني نفترض نحكي بالأمثلة
انه والله في حزبيين، لان احنا نعرف انه مقاعد العمال الفلاحين عاده كان حزب البعث هو من يتحكم، وهذا له الاغلبيه في مجلس الشعب، فكانت الاغلبيه في مجلس الشعب لحزب البعث العربي الاشتراكي، حتى لو شكليا بقي الموضوع مع النظريه المهمه اللي يتم العمل عليها بسحب حزب البعث من السلطه بشكل عام، والسلطه من السلطه التشريعيه يعني افترض ذلك، حتى لو كان هذا الموضوع نظريا شكلي، وانه اليوم حزب البعث يمارس دوره، عم نشوف انه يمارس دوره في عمليه الترشيح والانتخاب، ولكن حتى الحزبيين المنتمين الى حزب البعث في المناطق التي تسيطر عليها ايران سيكون ولاء لايران، لان هي عم تشتغل على هذا الموضوع يعني بشكل حثيث كانت وممنهج، بمعنى انه تصبح مصالح من تبقى في المدن، يعني لان معظم اهالي المدن مثلا بالشرق تهجروا، من تبقى بفعل امر الواقع، من تبقى من السكان في هذه المناطق مصالحهم كليا مع ايران في التجاره في الصناعه في السياسه في كل شيء، فاذا من المنطقي انه يكون هؤلاء يمثلوا النفوذ الايراني، وبالتالي راح يكون في البرلمان، يعني هذا البرلمان مختلف بشكل او باخر. هلا نحن بنقول انه والله هذا البرلمان بده يتغير في حال صار انتقال سياسي في سوريا، ربما هذا صحيح، ولكن هذا ما راح يغير شيء على ارض الواقع. يعني ممكن ايران تنظر الى هذه التجربه كبروفا، او هي نوع من مقدمه لحتى يكون لها سيطره فعليه في اي برلمان ياتي مع التغيير السياسي، وبالتالي تكون ضمنت نفوذها من خلال تمثيل برلماني، وهذا يعني شيء خطير ولا يمكن التخلص منه بسهوله. هلا بالاضافه انه انا شايف دور التشريع القادم راح يختلف بشكل او باخر عن كل ادوار التشريعيه والجلسات يلي نحن بنعرفها ولدنا وعينا وعشنا معها في البرلمان السوري. انا باعتقادي راح يكون في نبره اعلى في مواجهه السلطه التنفيذيه او النظام الحاكم في سوريا، يعني راح تستخدم ايران البرلمان هذه المره لتسبب في مزيد من الضعف وانهيار النظام السوري الموجود اليوم، وهذا بيخدم مصالحها في المستقبل ويقوي حظوظها في الحصول على نفوذ أكبر في أي برلمان يأتي بمرحلة انتقالية قادمة. هلأ نحن ما لازم نقول أنه ما رح نسمح ونسمح، الحقيقة اللي بيسمح هو أمر الواقع، ومثل ما حكينا يعني إيران أصبح لها نفوذ يجب ألا نتجاهله، أنه لا الموضوع مو مثل لبنان مو مثل العراق. الحقيقة أنه أثبتت التجارب، يعني نحن عنا نظام حاكم، إذا في ناس لم تحكوا بموضوع الأكثرية والأقليات والأخيرية، نحن عنا نظام حاكم لا ينتمي إلى الأكثرية، ومع ذلك سيطر على سوريا على طول 50 سنة الماضية على الأقل، فبالتالي من خلال شبكة المصالح النفوذ اللي تمارسه إيران، ربط مصالح سكان ومناطق جغرافية واسعة فيها، ممكن بشكل أو بآخر مع طبعا عملية الأدلجة اللي كانت عم تشتغل عليها بطرق متعددة لا مجال لذكرها اليوم، ممكن تستحوذ على نفوذ على الأقل معطل يعني للدولة السورية أو لآمالنا وأحلامنا في بناء دولة حقيقية كما نريد، ويبقى هذا أو الكتلة البرلمانية اللي في يدها قادرة على التعطيل مثلا مثل ما يحدث في لبنان اليوم، وأنا فينا ناخذ النموذج اللبناني. المهم أنه نحن ممكن نشهد تغير في أداء مجلس الشعب والبرلمان القادم، لذلك أنا بقول لازم نهتم ونراقب هذه الانتخابات لإنفاذ ولتعزيز موقع إيران في يعني في سوريا أو في الجغرافيا السورية. هلا هون الشق الأخير أنه نحن شو فينا نعمل؟ الحقيقة ما فينا نعمل كتير، ولكن على الأقل نراقب هذه الانتخابات مناطقيا. بعرف أنا بكل منطقة ما زال يعني نحن السوريين لازم يكون هذا بلدنا، لازم يكون عيننا على المرشحين، على من سيصبح عضو في البرلمان، ويكون لدينا القدرة على تقديم معلومات حول ارتباطه بإيران أو مصالحه بالنفوذ الإيراني. يعني إذا حسنا نعمل هذه الجزئية البسيطة وكشفها للرأي العام، يكون صعبنا على إيران كتير المهمة، مهمة التسلل هذه، لأن التسلل يعني يستلزم أن تبقى الأمور في الخفاء، أما إذا كان الموضوع واضح صحيح أنه ممكن هي لازالت قادرة على الاستحواذ على هذا النفوذ، ولكن من صعب عليها الأمور، وهذا مهم للغاية. هلا اليوم
خلصنا بالموضوع الأساسي، بدي أحكي عن موضوع المكتبة يلي ما كتير مهتم في هذه الأمور. لازم نبه أنه أنا هون طلعت عن الموضوع الأساسي. المكتبة شوي يعني أصبح فيها إرباك، لأن صارت عدة مكتبات مرتبطة بالقناة، وعم نحاول نحن هلأ من خلال برمجية معينة أنه نضبط هذه الأمور. ولكن حاليا بدي أرجع نوه أنه في مكتبة عامة بتشوفوا على الشاشة كيف فينا ندخل عليها، هي متاحة لكل من يتابع القناة بشكل مجاني، ويتم رفع الكتب والصحف والمصادر عليها بشكل دوري بشكل يومي، وهذه الوتيرة رح تتسارع. وبدي أرجع أذكر أنه كل موارد القناة هي مسخرة أو مسخر كتير منا لهذا الموضوع، من ضمنها مكتبة الأطفال اللي حكينا عنها كام يوم. طب شو باقي المكتبات الموجودة؟ هلا في مكتبة نحن أنشأناها اسمها مكتبة خاصة بالقناة، وهي الحقيقة يصل إليها من هو منتسب إلى عضوية القناة لحتى نحسن نحصل نوع من التمويل. هلا بنقول شو فيها المكتبة؟ لندعم الأنشطة العامة من خلال يعني انتساب رمزي شهريا عم نجمعه وندعم الأنشطة العامة. في ميزة إضافية طبعا، أي شخص منتسب لعضوية القناة ففي يستفيد من المكتبة العامة. بالإضافة إلى ذلك في كتب يلي ما منشوفها يعني كتير، يعني نحن بالمكتبة العامة عم نحط كل الكتب المرجعية ذات الفائدة العامة، يعني وقت واحد بده يعرف عن موضوع يلاقي مرجع موثوق مثل بيقولوا أمهات الكتب، بالإضافة لمكتبة الأطفال. أما في المكتبة الخاصة بالقناة منشوف بقى كتب شوي نوعية أكتر، كتب مختصة أكتر، وفي إمكانية بمكتبة يعني بمكتبة العامة في تصفح، بالمكتبة الخاصة التابعة للقناة واللي ممكن يوصل إلى المنتسبين، هي مكتبة يمكن أن يتم تحميل بعض أو الكثير من الكتب بحسب بقى حقوق الملكية ويحتفظوا فيها في مكتباتهم الخاصة. أيضا في المكتبة الخاصة في مستويين، مستوى يلي هو يعني الآن في مستويات بالانتساب، ولكن كل المستويات لديها الإمكانية بيختلف عدد الكتب وعدد يلي بيوصلوا إلها وعدد الكتب يلي ممكن يحملوها. هذا الموضوع ما راح أدخل بتفاصيله اليوم. بيضل في عنا مبادرة أخيرة وهي مبادرة مهمة يلي هي مبادرة في كل يوم كتاب. هاي الكتب يلي في كل يوم كتاب هي كتاب من اختياري أنا، بعتقد أنه هذا الكتاب خلال ممارستي أنه ليش أنت، لأن أنا الحقيقة هاي شغلتي وعملتي، فهي راح يكون في نوع من التوصية مني بأنه يكون هذا الكتاب. طبعا هي كتب متنوعة، توقع أي إنسان يعني بده يكون واسع الاطلاع لازم يكون اهتماماته متنوعة. في كل يوم كتاب يعني أنا في كل يوم رح أوصي بكتاب ويكون في إمكانية لتحميل هذا الكتاب لحتى تضموه إلى مكتبتكم الإلكترونية، بحيث أنه بآخر العام يكون في عندكم على الأقل 350 كتاب، وهي مكتبة يعني رقمية ضخمة رح تكون. أيضا الانتساب إلى هذه المبادرة خاصة الناس في الخارج وهي موجهة لهم، أيضا الانتساب رمزي للغاية ولا يقارن مع سعر الكتب. يعني هذه الكتب معظمها مثل ما قلنا ما عليها الحقوق الملكية، ولكن من أمهات الكتب أو الكتب النادرة أو أحيانا يعني اسمها الممنوعة يلي ما كتير من الأشخاص قادرين يوصلوا إليها، فنحن هي موجودة في أرشيفنا في مكتبتنا بحكم أنه نحن عندنا أرشيف ضخم يتم تقييم الكتب ومسحها ضوئيا وتوفيرها للمشتركين في هذه المبادرة، وكل جهودنا هي لتقديم أفضل خدمة عامة ممكنة من خلال القناة. هذا كل شيء لليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.